مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان القطب. اهلا بك استاذ حسان. بدايه، ايران تهدد بالعوده الى وضع ما قبل الاتفاق النووي اذا لم تفي الدول الاوروبيه بالتزاماتها. كيف ترى هذا التهديد والى اي مدى ترى جديته؟ اولا، ايران خسرت بعض العوامل القويه التي كانت بين يديها، خسرت القدره على اغلاق مضيق باب المندب بعد تقهقر الحوثيين عن المرافق اليمنية وحصار مرفأ الحديدة، وخسرت القدرة على إغلاق مضيق هرمز بعد أن اتخذ قرار دولي بحماية السفن العابرة لمضيق هرمز والمحملة بالنفط. كذلك خسرت إيران القدرة على تهديد المجتمع الدولي من خلال أدواتها في المنطقة كحزب الله والحشد الشعبي في العراق وكذلك الحوثيين، بعد أن انكشفت أدوار هذه القوى وتم تحميل إيران المسؤولية عن أي ممارسة تقوم بها هذه المجموعات ضد أي مصالح أمريكية أو أوروبية أو تابعة لأي دولة أخرى وخاصة العربية منها. لم يبقى أمام إيران إلا التهويل بأنها سوف تخرج من الاتفاق النووي وأنها سوف تعود إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة وأن تتحضر لإنتاج قنبلة نووية. هل تعتقد نووية. أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا للعالم؟ إيران لا تملك القدرة على أن تهدد العالم الآن بعد هذا الحصار الخانق التي تعاني منه. الصراخ الإيراني هو مجرد صراخ لدفع الدول الأوروبية لتتخذ مواقف أكثر إيجابية منها وللضغط على الولايات المتحدة بأن تقبل بدور أوروبي وسطي وتقود حوار ما بين الولايات المتحدة وأوروبا. الدول الأوروبية أيضا مربكة لأن مصالحها مع الولايات المتحدة هي أكثر عمقا وأكثر أهمية من مصالحها مع إيران. كذلك مع انكفاء روسيا والصين عن الوقوف إلى جانب إيران في السراء والضراء جعل من إيران وحيدة مضطرة لمواجهة المجتمع الدولي مع كثرة الأخطاء السياسية التي تتخذها والقرارات العشوائية والمتضاربة التي تترك أثرا سلبيا في المجتمع الدولي وتثير قلق المجتمع الدولي من المواقف الإيرانية والتهديدات الإيرانية المقلقة مع تطور البرنامج الصاروخي الإيراني والذي قد يصبح أكثر خطورة مع وجود أسلحة نووية قادرة على حمل هذه الصواريخ مما يهدد دول عديدة من دول العالم بما فيها روسيا. كيف ترى رد فعل أوروبا تجاه التهديدات الإيرانية، لا سيما بعد الأنباء التي تتحدث عن نية بريطانيا تسليم إيران السفينة المحتجزة في جبل طارق؟ الدول الأوروبية تتخذ مواقف متعددة، لن تتخذ موقفا واحدا أو موحدا. بريطانيا لها موقف وفرنسا لها موقف، لكن كلها في نهاية الأمر يصب في مصلحة منع إيران من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي ومنع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي ووقف تهديداتها للدول العربية وخاصة الدول الخليجية من خلال أدواتها في المنطقة. الإفراج عن السفينة المحملة بالنفط أمر طبيعي باعتبار أن هذه السفينة محملة بمليوني برميل، وثم أن الشروط البريطانية كانت واضحة بأن لا تذهب هذه السفينة إلى سوريا لتفريغ حمولتها تنفيذا للعقوبات الأوروبية على سوريا. أيضا هناك إشارات إيجابية تحاول أن تدفع إيران إلى التجاوب وإلى التعاون مع رغبات المجتمع الدولي والجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول تجنب المنطقة حربا مدمرة وتمنع عن إيران أن تتعرض لعقوبات إضافية من الولايات المتحدة وتؤثر سلبا على واقع الشعب الإيراني الذي يعاني من هذه العقوبات كثيرة. طبعا بالتوازي مع الموقف الأوروبي نجد أن الموقف الأمريكي أكثر تشددا بعد رفض الخارجية الأمريكية عرض روحاني إجراء محادثات بين طهران وواشنطن. كيف ترى وتقيم الموقف الأمريكي مع إيران؟ الولايات المتحدة ممسكة بكافة الأوراق وهي من خلال ضغطها الاقتصادي على إيران ترى الآثار الإيجابية لهذا الضغط، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل إيران مع تململ الشعب الإيراني من الوضع الاقتصادي السيء، من تراجع قيمة العملة الإيرانية، من فقدان البضائع من الأسواق الإيرانية، مع انخفاض تصدير النفط الإيراني إلى مستويات ضعيفة جدا بالكاد تؤمن الدعم المالي لميزانية الدولة الإيرانية. فالولايات المتحدة قادرة على تحقيق ما تريده من خلال الضغط الاقتصادي أكثر مما هي مضطرة إلى خوض حرب دموية أو مدمرة تكاليفها باهظة. أيضا بالضغط الأمريكي المتشدد يساعد الدول الأوروبية على أن تخوض
المفاوضات وهي مرتاحة أكثر إلى الضغوطات الأمريكية. ثم أن الولايات المتحدة نتيجة تجربتها الطويلة مع إيران تدرك أن إيران تحاول دائما كسب الوقت، وأن إيران تحاول أن تستثمر في الانتخابات الأمريكية التي انطلقت، وهي تراهن على أن الولايات المتحدة لن تقوم بخوض حرب حاليا مع الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة على الفوز بمنصب مرشح الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي لموقع الرئاسة في عام 2020. الخطة نعم. الإيرانية واضحة، الفهم الأمريكي أصبح أكثر تقدما للدور الإيراني والممارسات الإيرانية، فلذلك سوف نرى تشدد أكثر في المستقبل القريب من الولايات المتحدة نحو إيران. سيد حسان، هذه نظرة نعم تحترم، لكن هناك رأي آخر يعارض هذا الرأي قليلا. الرأي هو أن هناك دول مسموح لها أن تكمل تجارتها والتبادل مع إيران بقضية، خاصة قضية الطاقة كالبترول وغيرها. هناك يعني نعم ضغوطات على إيران نظريا نراها على الأرض، لكن هناك تحرك لميليشياتها على سبيل المثال على الأرض متاح، ورغم أن الولايات المتحدة هي من تقود الحماية الجوية لهذه القوات إلا أنها مع ذلك لم تحيدها إلا في بعض المواضع. السؤال هنا، هل فعلا ما يحدث الآن هو قرصة أذن كما يقال من الولايات المتحدة لإيران، أم أنها مسرحية كما يصنفها البعض؟ لا يمكن القول أنها مسرحية مع العقوبات المتشددة التي يعاني منها الشعب الإيراني برمته. نحن لا نتكلم عن النظام، النظام معتاد على المواجهة باعتبار أنه نظام ديني، يعتبر أن كل هذه الأمور هي تضحيات واجبة بانتظار خدمة هذا المشروع الديني الذي ينتظر أن يمتد على كافة المنطقة، لكن الشعب الإيراني يعاني، مما يعني أن هذه العقوبات هي حقيقية. أما بالنسبة للسياسة الأمريكية فهي تستخدم القدرات الإيرانية والمؤيدين لإيران في الصراع المذهبي والطائفي الذي هو مندلع حقيقة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وحتى في اليمن. الغطاء الجوي الأمريكي في العراق لميليشيات الحشد الشعبي المذهبية الطائفية يلقي بعض الضباب على المواقف الإيرانية على المواقف الأمريكية ويثير بعض القلق، لكن الولايات المتحدة تحارب خصومها بأسلحة إيرانية وميليشيات إيرانية، وبالتالي الآن تطلب من إيران الانكفاء إلى الداخل الإيراني بعد أن انتهى دورها أو بالكاد شارف على النهاية، حتى تستطيع الولايات المتحدة الإمساك بالملف العراقي بالكامل. ومختلف المندوبين الأمريكيين الذين زاروا العراق كان تأكيدهم على حماية المصالح الأمريكية وعدم المساس بالقوات الأمريكية أو الخبراء الأمريكيين الموجودين داخل العراق، ومن ثم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما يحرم إيران من ساحة مفتوحة اقتصاديا وأمنيا في المستقبل. كنت معنا عبر سكايب من صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، شكرا لك.